على بركة الله نفتح الجلسة ملف رقم 20، 6 فبراير 2015. الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو المسمى والمدعو المرتضى إعمرشن بصفاته إمام. المرتضى إعمرشن، شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص الاتهام. أهلا وسهلا سيدي. أش مليح بعدا؟ أقي مليح الحمد لله. إيوا الحمد لله. سي المرتضى اللي كيجي عندنا القفص الاتهام واكيد انت عارف هذا الشيء، كنخبروه باللاءات الثلاث باش كتكون المسطره ديالنا معاه سليمه من الناحيه القانونيه. اولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود او الدفاع، وثالثا لا للغه الخشب. متفقين ولا كاين شي اعتراض؟ متفقين. قشبتك واسعه؟ ان شاء الله يوم. ان شاء الله. ولا انت نقول لك واش لحيتك طويله ماشي واش قشبتك واسعه؟ لا لا واسعه ان شاء الله. واسعه بحول الله. اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم ان اقول الحق ولا شيء الا الحق. اذا نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقيق من الهويه ديال الضاني المرتضى إعمرشن بن عمر وبن بن العزيزه. بن العزيزه، شنو المعنى ديال هذا الاسم إعمرشن؟ إعمرشن العائله يعني. ما عندوش شي دلاله لغويه ولا شي قبيله ولا شي جد اسمه عمروش ولا ها. والمرتضى شنو هذا الاسم المرتضى؟ المرتضى في اللغه العربيه كانت قريبه لاسم المصطفى، يعني الاصطفاء والاختيار. اللي في القران كيقول الا من ارتضى من رسول. انت سلفي عن سبق اصرار وترصد. سلفي، كنا سلفيين دابا كنت سلفي. غنمشيو لهذا الشيء هذا. طيب واحد، انت سميتك المرتضى إعمرشن ولكن كاين اللي كيلقبك بأبو عبد الله القصيمي ولا سميتو؟ القصيمي كي قصيمي. حتى مؤخرا استقريت في القصيم، يعني لقيت ان المكان هذا بعد ما تحريت عليه لقيت ان عبد الله القصيمي احد المفكرين في المملكه العربيه السعوديه هو من اصل ديالهم هذه المنطقه هذه. أيوة. كنتبع الكتابات ديالو وكنقرا له. قلت نسمي راسي بابي عبد الله. مع جيت مع ابو عبد الله كملنا هذا القصيده. هذا ما كان. شحال في عمرك سي مرتضى؟ حاليا 28 سنه، نكملها ان شاء الله في الشهر الماجي. ان شاء الله. فين زاديتي؟ الحسيمه. في الحسيمه، فين ساكن؟ دابا في الحسيمه ولكن مقيم في المملكة العربية السعودية. الحالة العائلية؟ متزوج. من شحال هذه الوقت؟ دابا داخلة في سنتين. داخلة في سنتين. مزوج وحدة ولا بزاف؟ لا غير وحدة. ما ديرش تعدد؟ لا ما عنديش مع التعدد. ما عندكش معاه؟ ولا ما قدرتيش ليه؟ لا ما عنديش معاه كفكرة أصلا، ما عنديش معاه. يعني اصلا ما عنديش مع الفكره، واخا يكون عندك ماديا ما يمكنش شيء. وكاين مع العلم انه مجموعه المحسوبين على السلفيه عندهم التعدد مساله جاريه بها العمل. نعم كيقولوا بني سنه، كيقولوا راه دين. واش دار لك انت؟ لا كنظن انها مساله اجتماعيه ثقافيه، يعني كاين الحالات اللي يمكن تحتاج فيها التعدد، كاين الحالات اللي التعدد كيكون فيها يعني ممكن احيانا كنسميه خيانه، حيت خاصه المراه اللي تكرفصت مع الراجل في الايام ديالو الصعبه، فوقاش غتكبر هي وتشرف يمشي يتزوج عليها الثانيه صغيره، يجيب وحده صغيره ويهملها. هذا يعني ظلم، يعني اجتماعيا كتسمى ظلم، واخا كيقولوا راه كيبروه بمسائل شرعيه. ماشي كيبروه، هو غير محرم بل منصوص عليه. ماشي مساله التحريم هنا. ما كندخلوش في مساله التحريم، كندخلوا في مساله ديال كما قال ربنا في القران عاشروهن بالمعروف. اذا كان العرف الاجتماعي هذه المساله هذه كيقول عليها راه بنادم اللي غيسمع هذه المساله هذه يقول لك راه تشرفات كرفصات معاه وعانت معاه، لا اخي مشى تزوج عليها بنت صغيره وسمح فيها، اجتماعيا كتسمى ظلم. اجتماعيا كاين اللي غيسمع بانه التعدد مساله اجتماعيه غادي يقول هذا المرتضى اشهد الطريقه ديال التفكير. الطريقه ديال التفكير انا كان الغلط اللي كنوقعوا فيها احيانا كنسميو كل ما ورد في النصوص كنسميوها دين الزامي. هذا خطا، يعني ماشي كل ما ورد في النصوص ديال الشرع معنى ديالها انها
يجب تطبيقها. مثلا نعطيك كمثال، نعطيك بالعام في القرآن قال لك واللاتي تخافون ان يشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا ان الضرب باتفاق ديال العقلاء انه مساله مستهجنه يعني. مساله مستهجنه. يعني نقدر نفهم بانك انت مع التقييد والتعقيد ديال الشروط ديال التعدد في المغرب. ولا خاص تبقى مفتوحه. تبقى مفتوحه ولكن يعني نحاولوا نكرسوا في الوعي ديال الرجل ثقافيا. نحاولوا نكرسوا في الوعي ديال الرجل انه ماشي دائما الغريزه ديالو الا بغى يستنفذها ضروري خص المراه يعني تتصال في هذه المساله. ممكن اذا رضات المراه بهذه المساله هذه يعني كما كنديروا احيانا يعني كتوقع المساله في المغرب. يعني المراه رضات تمام الرضا فان ما كانش عندها الولاد شي حاجه مساله يعني نعم غنكملوا تحقق من الهويه ديال الضنين. المستوى الدراسي سي المرتضى. انا السادسه ابتدائي. السادسه ابتدائي. هذه القضيه ديال المستوى الدراسي جبدت لك بزاف ديال الامور. صح. اللي كيقول لك هذا ما قاريش ويفتي في امور الدين كيتعدى على الامور اللي كبر منه. انا ما كنفتيش اللي قال اللي خدا شي الكلام ديالي خداه كفتوى يتحمل المسؤوليه ديالو هو. انا عمري فتيت وعمري كنجرى على هذه المساله هذه. كنقول رايي وكنقول انا كنقول ما كنقولش راه هذا هو الدين. طيب كتقول على اي اساس؟ اساس كفكره كرأي. حيت الدين صعيب الانسان يتجرأ عليه اذا ما كانش متمكن. لا ماشي مساله متمكن، مساله انا عندك رأي كونتي واحد الفكره خصك توصلها. كتمان العلم واحد المساله بيرزقك بفكره معينه. استوضحتي النصوص ديال الشرع، درتي مجهود باش تستفسر على هذه المساله هذه، في الاخر لقيتي هذه الفكره هذه ونشرتيها. كنظن ضمير الله عز وجل ما يحاسبكش عليها. حيت الا كان الضمير ديالك مرتاح وفوقاش قلتي هذه الهضره هذه ودرتي ما امكانك تكون صادق فيها. طيب غادي نفصلوا في هذه الامور كلها على امتداد هذا الاستنطاق هذا النهار. المهنه السي المرتضى. بالنسبه في المغرب، في المغرب عندي بدون. اما في المغرب بدون زينه. ايوه اما في الغربه عندي الحين مدير ديال واحد المستودع. حنا هنا كنسميوه عساس ولكن تما كيقولوا مدير ديال المستودع. مدير ديال المستودع ديال في الاسلحه. من الامامه الى مدير ديال المستودع. بصح نعم. شنو هذا الانتقال الغريب والعجيب؟ فوقاش تقطع رزق في المغرب مشيت تقلبت عليه في بلاد اخرى جاب الله رزق. كنتي في المغرب امام ديال المسجد. نعم. شحال دوزتي في هذه الفتره؟ ممكن تكون ما كملش 3 سنين، تكون سنتين ونص كذا. وعلى ما يبدو وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وقفتك. نعم جاني رسول ديال مندوب ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه فاش كنت امام في مسجد فزار حسيمه. جاني قال لي راه ما راضينش عليك خصك توقف على الامام. ما راضينش عليك علاش؟ امام مشاغب. علاش هما اللي جاوبوا عليا انا ولكن بيش. اكيد غادي يكون لا دخان بلا نار. كاين شي ممكن حيت في ديك الفتره اجتمعت مع بعض الائمه الغيورين على الوضع ديال الائمه. درنا واحد الجمعيه، جمعيه الرحمه الائمه والخطباء. درنا هذه الجمعيه واسسناها وكونا درنا مكتب ودرنا فوقاش مشينا دفعنا باش نحصلوا على الترخيص. اصلا الباشا رفض، الباشا ديال مزور سالت نشرات اعلاميه باش رفض ورفعنا القضيه للمحكمه الاداريه ديال فاس ومن بعد فاش مشات المحكمه ديال الاستئناف رفضت لنا. وكاين اللي كيقول بانه كنت معروف ببعض المواقف المتشدده ربما وانت امام واحيانا وقع انك رفضتي الخطاب الرسميه فبالتالي كان طبيعي جدا اصلا يقولوا لك باي باي المرتضى. اصلا المساجد اللي كنت فيها نائيه المسجد هذا المسجد ديال فاس كان مسجد ديال الامامه فقط. ما كانش المسجد ديال الخطبه. اما المساجد ديال الخطبه اللي كانت في احياء مناطق نائيه الوزاره ما كتهتمش بها اصلا ولا كتهملها. يا ريت اصلا خلاتها في الطيقر يعني من الاول. قبل كان الائمه كانوا كيهزوا كما كنقولوا حنا النوبه
وكاي الجماعه كيتهلاو فيهم. دابا ملي دخلت الوزاره بدات كتقول لهم راه نعطيوكم 300 درهم في الشهر، داكشي الجماعه سمحت فيهم، والامام مسكين كيدوز 3 شهور 4 شهور عاد كتوصل له ديك 80000 البركه ديالو. على كل حال طيب، ولكن امام مع حركه 20 فبراير كتبان الامر شويه غريب. ماشي غريب نظرا للفهم اللي كسبته من قواعد شرعيه معينه، من مسائل من احاديث نبويه صحيحه. لقينا ان الوضع اللي حنا عايشين فيه، حنا كاملين كنعرفوا حديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ولذلك ضعفوا الايمان. حنا شفنا الوضع، كاين الفقر، كاين البطاله، كاين الاميه، هنا نخرجوا نطلبوا حتى حنا مع الشباب بصفه شاب نطلبوا. ولكن كنت محسوب على اي اتجاه؟ انا في ديك الفتره كنت محسوب على السلفيين، حيت اغلب الاصدقاء ديالي معرفتي في ديك الفتره كانوا سلفيين، كانوا من السلفيين. وقبل ما تحسب على السلفيين كنت ربما من ضمن المتشددين جدا، مواقفك احيانا تران حقيقي، احيانا ممكن، احيانا كان عندي كتابات متشدده يعني ممكن تقرب شويه الفكر ديال السلفيه الجهاديه ولا، ولكن داكشي كان في مرحله ديال المراهقه ديال 16 عام. عمرك فكرتي تمشي لافغانستان؟ تمشي ولا ماشي افغانستان؟ انت صغير على افغانستان، على تمشي للعراق او تمشي لسوريا او تمشي جانب العنف، عمرك فكرتي تبنى؟ فكرنا مثلا في الظلم اللي حاصل للمسلمين في العالم وهزينا الهم كباقي المسلمين، ولكن باش نفكروا نمشيو ما فكرناش، حيت عارفين ان العواقب ديال هذه المساله ماشي مضمونه 100%. كنعرفين ان كاين جيش نظامي مثلا، الدوله كتجيش جيوش ومشيو نطوعوا باش نمشيو نقاتلوا واحد العدو ظاهر برايا، ممكن ندير هذه، ممكن نديرها المساله يعني باينه، عمليه انتحاريه ما ديرهاش. مساله ديال مشي ما عرفت توصل داعش ولا جبهه النصره ولا شي حاجه اخرى، داكشي لا، داكشي النفس الروح ديالك عزيزه. ماشي طيب سي المرتضى، بزاف ديال الناس كيعرفوك عن طريق الفيسبوك والجدالات والكلام اللي كتقول عن طريق الفيسبوك، ولكن كاين الناس بزاف اللي غادي يعرفوك ربما ويسمعوا بيك ويسمعوا لك لاول مره، وكاين اللي غادي يقول شكون هذا السيد اللي جبتي لينا. انا غادي نقول البورتري كتب عنك في واحد الموقع الكتروني، جزء منه كيقول هيئته سلفيه غير ان افكاره علمانيه. بالنسبه للكتابه، من انت؟ أنا المرتضى وبس. المرتضى هذه عرفناها. نعم أنا كإنسان حر، هذه مسألة يعني أشكالي في نفسي فيها. أما التصنيف ديالي، التصنيف ديالي كتصنيف، ما عنديش تصنيف، أنا إنسان حر، ما تقول لي لا علماني لا سلفي لا. أنا الهندام ديالي كنعطيك سلفي الحياة، ممكن حيت كبرت من 14 عام، كبرت لابس هذا اللباس هذا. النهار كان عندي 14 عام انا لابس هكا. وانت سلفي الهندام. سلفي الهندام، ولكن تغيرت، بنادم كيطور الفكر ديالو شويه بشويه. ولكن فكرك مع ذلك لابد نصنفوك، انك تدخل في جدالات وكتدخل في نقاشات. بالنسبه للتصنيف، كاين اللي كيصنفك ملحد، كاين اللي كيصنفك شيعي، كاين اللي كيصنفك وهابي، كاين اللي كيصنفك ناصبي، كل واحد شو كيصنفك، داك كل واحد شو كيقرا في الفكره ديالك. التصنيف ماشي المهمه ديال الانسان يصنف نفسه. احنا احسن حاجه نديروها انا ناخذوا الفكره بغض النظر عن الشخص اللي قالها، ما يهمناش الشخص اللي قالها كي داير، انما ناخذوا الفكره وبس. الا قلنا سلفي او انت كتنفع لك هذه الصفه ديال السلفي، غادي نبغيو نديروا الوصف المقارن. مثلا الا بغينا نحطوا الشيخ ابو حفص ونحطوا المرتضى اعمراشن، قريب ليه لا بعيد ليه؟ قريب لي بدرجة معينة، كنختلف معاه في مسائل كثيرة وكنتفق معاه في مسائل كثيرة. يعني أنت أقرب إلى السلفية؟ أقرب لي فاش؟ في تقبل الرأي الآخر، حب الحوار، في التسامح، في محبة الآخرين، هذه المسائل اللي يمكن مهما كان الإنسان بعيد عليك ممكن تفهم معاه. أما اللي عنده فكر إقصائي وخا يكون ممكن مختلف معاك ب 0.1% ما تفهمش معاك. حيت الناس كيستغربوا كيقول لك كنعرفوا الاسلام، كنعرفوا توجهات معينه، ولكن واحد اللي كيدردر
الاسلاميه بالعلمانيه غريبه، يعني كيحط الجانب الاسلامي او السلفي منه تحديدا، كيشد شد العلمانيه كيدردر عليها، كيقول انا هاد التوليفه راه ما تشدش واقيلا. توابل يعني هذا ما مزوج هذا. نعم كيقولوا الناس هاد المساله هذه، ولكن كنظن ان السبب ديال هاد المعطى اللي كان عند الناس سبب انهم ما فهموش اللب ديال الرساله ديال الاسلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا عندنا في القران في سوره الحجرات كيقول اي كلشي كنحفظوا عاود كيقول لك ربي عز وجل ان الناس خلقناكم من ذكر وانثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شوف رب العالمين قال لك شعوب وقبائل رغم ان كان كيخاطب المجتمع ديال الجزيره العربيه مع ان الشعوب الاخرى والقبائل الاخرى كان فيها مجوس وكان فيها يهود وكان فيها مسيحيين وكان فيها بوذيين، ومع ذلك قال لهم لتعارفوا ما قال لهمش لتقاتلوا ولا شي حاجه. ربي قال اعطرني هذه الفكره هذه التعارف اننا ناخذ المختلف معي الاخر سواء باي دين او باي لون ناخذه معي كقيمه معرفيه قيمه معرفيه نستطع كما كيديروا دابا برامج وثائقيه ماشي غير رغبه في التميز منك السي المرتضى رغبه في التميز شي حاجه ما دايراش رغبه في التميز ممكن تكون ممكن تكون ما فيش المساله هذه يعني كل واحد يبغى يتميز ذاته ما بغيش نتصنف مع نكون في شي قالب معين دائما كنحاول هذه المساله هذه فوقاش ما حاولوا الناس يصنفوني كعلماني كنهرب من هذه المساله فوقاش ما حاولوا يصنفوني كسلفي كنهرب من هذه المساله ولكن معناها كتقول في واحد الحوار من الحوارات ديالك انا كنامن بادنى الاسلام يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله المعنى ديال المساله انا كنقول ان ادنى الاسلام يعني ادنى ما اتفق عليه علماء المسلمين بانه اسلام هذا ما اؤمنوا به الاجماع اشرح لي هذا الشيء غادي تخربق لي هذاك الشيء اللي باقي سليم في الدماغ نسالك مثلا انت نسال الله السلامه الى سبيتي النبي صلى الله عليه وسلم باجماع ديال المسلمين انت كافر اجماع ديال العلماء ما تلقاش هذا اللي غيلقى لك التبرير مزيان ولكن الى سبيتي الصحابه مثلا عندك خلاف بين العلماء مثلا الى سبيتي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نعم اثبت الصحابة عندك خلاف هذه المسألة هذه كل واحد اش كيقول ايوا اذا انا باش نتفاهم معك انا غناخذ المسألة اللي اتفقوا فيها المسلمين كامل عندي المسألة ديال الصلاة مثلا تارك الصلاة مختلف فيه بين المسلمين كاين يقول لك اللي تركها جحودا واللي تركها يعني غير ما بغاش يتكاس عليها هذاك راه كافر كاين اللي كيقول لك اللي ما ناضش يصلي الفجر كافر كيقول لك ما صلاش كافر اي نعم ولكن كاين صيامك لا يقبل اي صحيح بس انت اش كتقول لنا السي المرتضى انا كنقول ادنى ما يمكن يعني يعني الجاحد هو الكافر يعني الجاحد هو الكافر وما ما زال يعني يقر بفرضتي يعني لا احكم بكفر يعني. وده كلام غريب لا لا هذا كلام ديال الجمهور ديال علماء المسلمين ولكن اللي كنسمعوا السي المرتضى الفقهاء والعلماء متفقون على انه كاين شروط معروفه انت قلتي اللي ما كيصومش يقدر يسمى مسلم ممكن الا كان قال لك انا نعم سيدي ما كيجيني هذا الصيام صعيب وما قادش عليه لكن اللي كيقول لك انا ما نصومش هذا الشيء راه ماشي ديالكم هذا الشيء لا اللي كيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ولكن ما كيصومش هل هذا لا خصني نسولو علاش ما كتصومش؟ ما كيعجز عجز كيقول لك كيجي الجوع كيلحق انا خصني نصوم وكاين ايوا ولكن الصيف والعطش هذا مسلم هذا مسلم بالنسبه لي هذا ماشي افتاء السي المرتضى؟ لا لا دابا كتسول على الراي ديالي طبعا على الراي ديالي اما هو واش مسلم ولا ماشي مسلم انت بالنسبه اليك هذه الحاله هذا السيد مسلم بالنسبه لي هذا السيد مسلم اذا انت قريب لحركه مالي تقريبا حركة مالي حركة مالي عندها توجهات مختلفة عليها تماما ولكن في فكرة أنه الحق في الإفطار العلني هذه فكرة متفق معها بزاف يعني أهي دافعت عليها في المسألة ديال السي الفقيه لا لا اتفقت مع الفكرة هذه لأن أصلا هذا قانون وضعي عندنا في المغرب ماشي قانون في العهد ديال ما شرعوا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا شي واحد آخر هذا قانون وضعي جابته فرنسا باش تحمي
باش تحمي المسيحيين اللي كاينين في البلاد. اما واش كاين شي نص عندك شي نص في القران ولا في السنه كيقول لك اللي كيفطر علانا تاخذوا معاه شي اجراء معين؟ ما عندكش. دينيا واش من المقبول انه واحد لا ديني او لا هادي او لا شغله هذاك خرج الزنقه في شهر رمضان بغى ياكل ساندويتش؟ انت واش مقبول دينيا ان المسلمين اللي صام لله عز وجل يستفزوا شي واحد كيقول لك راه كيستفز شيوخ اخرين؟ سي الفيزازي مثلا كيقول لك غير مقبول تماما هاد الامور، هذه خطوط حمراء من حق الانسان ما يصومش، ولكن توصل لمستوى الجهر والاجهار لا هو بالافطار هو لا. هو انا لو صمت لله عز وجل واخا ياكل لي ياكل ما يستفزنيش، لكن اللي ضعيف امام الماكله في رمضان كيجي الجوع بزاف اللي ما صحرش هذاك ممكن يستفزو كيتحمل المسؤوليه ديالو هو. اما الفاطر في حد ذاته هو شنو درت لك اخويا؟ انت صمت لي كنت كتصوم الاثنين والخميس ديال الاجر وجيت ناكل قدام كتقول ما تاكلش قدامي؟ هذا مساله ديال مشاعر ديال المسلمين خصهم تغيروا وتقبلوا الاخر اكثر من بعيد السي مرتضى. لا مشيتش بعيد. مشيتي بعيد على ما يبدو، وهذا الكلام غادي يثير الكثير من الامور عليك. لا بالنسبه لهذه المساله هذه انا صدمتيني بعد. لا مساله فهم يعني احنا مسلمين، واش اللي ما صلاش كيأثر فيا انا؟ اللي ما صامش كيأثر فيا انا؟ اللي ما حجش اللي ما كاين اللي دابا كاين حركات كتقول لك اللي ما مشاش يجاهد راه خص الزوجه تخرج بدون اذن زوجها مثلا، ولا كتقول لك اللي ما مشاش يجاهد راه هذاك متواطئ، راه الطريقه الاقصائيه في التفكير اللي عند واحد الجمهور واحد فئه معينه اقصائيه يعني تجاه بعضياتنا ولا تجاه الاخر؟ تجاه الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الايه ديال تحليل الخمر مثلا. ما عندك تحلل الخمر؟ بغا جات المساله ديال تحريم الخمر مثلا، علاش ما ناضوش الصحابه اللي كانوا كيحبوا الخمر مثلا، ولا اللي الفساق اللي كانوا في ديك الفتره المنافقين مثلا، علاش ما ناضوش يهربوا الخمر وداك الشيء؟ عمرهم تشدوا شي واحد كيهربوا الخمر ولا كيشربوا بالليل خلسه ولا شي حاجه؟ لا، حيت كانت مساله عندهم مساله ديال القناعه، انهم اقتنعوا ان هذه المساله كضر، فهذا انتم منتهون قالوا انتهينا. بمعنى نفهم انه السي المرتضى يدافع على حق اي واحد، على الحريه الفرديه. اذا انت من مالي سلفي؟ لا ما كنقبلش السلفيه الماليه. مع تحياتي لحركه مالي اي حركه كتدافع على يعني في حدود الحريه الموجوده في البلاد ديالنا، يعني كنحييهم، ما كنقبلش انه يتصنف مع شي واحد. ولكن مثلا مع مالي مثلا تختلف فيما يتعلق بالمثليه او الحقوق ديال المثليين او الشواذ، كل واحد كيفاش كيسميهم. ممكن نختلف معاهم في هذه المساله، نختلف معاهم. مثلا كيقول لك انه حق الزواج انهم يتزوجوا، انا كنقول حق اخر، انه المثلي هو شيء خصو نديروا له دراسه نفسيه لهذه الشخصيه هذه. ماشي ندخلوا للحبس؟ لا ماشي للحبس. علاش نمشي للحبس؟ إذا كان ما تعدى على حد وما دار ما ظلم حتى شي واحد، علاش ندخلوا للحبس؟ ندخلوا للحبس إذا كان دار شي جريمة وأخرى، ولكن إذا كان في حد ذاته هو مثلي وكيقول لك أنا كبرت هكا من الصغر ديالي وأنا مثلي، هذا الشيء اللي كنعرف على راسك، ما تقدرش أنت تقصي هذا الإنسان هذا هو كيعترف لك أنه ما عندوش دخل في هذا الكلام اللي كتقول السي المرتضى. وانت عندك اصدقاء من محسوبين على السلفيه من اليسار على هنا وعلى هناك، ما عمر شي حد قال لك جمع راسك السي مرتضى هادشي اللي كتقولوا لا علاقه له بالاسلام؟ ديما كيقول لي جمع راسي، ديما كنجمع راسي وديما كنخدم يعني اللي كيريح الضمير ديالي. اول شيء بالعالم قال لك ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، اذا كان ابراهيم عليه السلام امه وحده، ان ابراهيم كان امه، يعني ماشي المعنى انه يجيو شي ناس 10 20 الف مليون شخص. اذا كنت انت بالضمير ديالك حي
وكتحاول توصل للناس انهم يصحوا شويه ديال المغالطات اللي عندهم على الدين وعلى الانسانيه. علاش واش هذه التصريحات وهذا الكلام وهذه الافكار هما اللي كانوا سبب في انك تلقى تهديدات بالقتل والتصفيه؟ التهديدات كانوا في الاول عن طريق فيسبوك، عن طريق رسائل، عن طريق الايميل. من عند شكون؟ ما ادري يعني ما عنديش فكره. طيب غير اللغه ديال التهديدات فيها لغه دينيه ولا؟ لا غالبا كيكون فيها لغه دينيه، وكاين لغه ديال لغه قوميه مثلا، يعني بنادم كي يعني الحقد ديالو. شنو مثلا شنو كيقولوا لك؟ علاش كنهددوك بالقتل؟ علاش؟ يقول لك انت كتنشر الفساد وكتنشر كتأيد كما قلتي دابا كتأيد حركه مالي ولا كدير شي مسائل اللي كتستفز بهم كما قلتي قبيله. طبعا كتستفز بهم المشاعر ديالهم الدينيه. انا اخويا ماشي مسؤول على هذه المساله هذه. راه بالعالمين في القران الكريم ذكر مثلا ذكر اللي كيعبدوا اللي كيقولوا انا لله ولد. كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك قال لك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. اهل الكتاب هما بحالهم. ولكن انت هبطتي داك الشيء بزاف ديال الشروط عاوتاني. لا انت دابا واحد كيسب لك الله عز وجل ياك كيسب لك عنده كعقيده مقتنع بهذه العقيده كيجي لك القران كيقول لك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. كيقول لك اهضر معاه بالتي هي احسن ما عندكش الحق حتى. وقولوا للناس حسنا هضر معاه بالتي هي احسن حاوروا ما تجاهدش فيه ما تضربوش ما تقتلوش ما تقتلوا ما والو ما تهددوش لا ما تهدوا ما والو هضر معاه حاوروا بالتي هي احسن. نعم هذا الشيء اللي خلاك تقول بانه هذا تصريح غريب جدا ما عرفتش كيفاش الناس ما ردوش ليه البال وانه خاص يكون السخريه من الاديان. لا ما قلتش هكا قلت لكل احد الحق السخريه او زدتي الاديان حداك. اي نعم السخريه لكل احد الحق في السخريه. الحق الطبيعي ماشي الحق الديني انه حق باسم الله ولا باسم الدين. الحق الطبيعي حق طبيعي هو انه ماشي من حقه انه يكون كافر. من حق اي انسان انه يكون كافر. من حق اي انسان يكون هذا الحق هذا غريب عندك. لا عندي من حق اي انسان انه يكون كافر اخويا ما عندي حتى مشكل معاه. من حق الانسان من حق الانسان انه يكون كافر حق طبيعي هذا ماشي حق ديني. اما اذا بغى من حقه انه يمشي لجهنم اذا بغى اذا بغى يمشي لجهنم يمشي هذا حقه يعني ماشي فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما انت عليهم بمسيطر يعني كيقول لك الله. ولكن كاين ايات اخرى تفيد بانه خاص الانسان يكون في الاسلام. خاصو يكون في الاسلام دابا كدعوه ولكن كحق طبيعي للانسان بالعالمين عطانا حريه الكفر. اذا من حق الناس انهم يكونوا كفار انهم يمشوا لجهنم. من حقه ما نفرضش عليه نقول له سير الجنه بزاف. قال لك حديث كل شيء كنعرفوا قال لك هذاك كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا من ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. طيب نرجعوا للحق في السخريه من الاديان. نعم كيفاش تشرح هذه المساله هذه؟ انا نشرحها ان رب العالمين في القران يقول لك في ايه محكمه سوره النساء وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بالعالمين كيقول لك راه الا سمعتوا كانوا منافقين في المجتمع ديال الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيستهزؤوا بالدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ومع ذلك رب العالمين ما قال لهم راه لا شدوهم لا فجروهم لا ديروا لهم شي حاجه اخرى. قال لهم ما تجلسوش معاهم انتهى الامر انتهى الامر ما كاينش حاجه اكثر من هادشي. بمعنى تتفق مع شارلي ايبدو ان ترسم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ماشي كنتفق لا او تتفق مع حقها. لا كنتفق مع حريه التعبير بمعنى الكلمه رغم ان كنشوف ان عندهم مثلا عندهم ازدواجيه المعايير مثلا في مسائل معينه مثلا كمسائل معاده الساميه ولا شي حاجه عندهم كيلتزموا بحريه التعبير بس في مسائل اللي كتخدم مثلا اجندات معينه. هادشي يعني انا كنقول على الحق الطبيعي ديالهم انهم كجريده في وطن كيدعي حريه التعبير انهم يديروا داكشي اللي كيتعرف. واش من حق من المسلمين يحتجوا ويقولوا او يتصرفوا بطريقه ما؟
تجاه هذا اللي كتسمي ممكن يحتجوا يديروا حوار يديروا عريضه يديروا فقط يقولوا تقوا الله فينا مثلا او نسبوهم او نقولوا لهم انتم كفاره وانتم الى جهنم ايتها السب السب بالله القران حرمنا نسبوا اوثان ديال الحجاره ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم انه لا قيمه له اوثان ديال الحجاره ما عندها حتى شي قيمه بالعام قال لا ما تسبوهم ما عندها حتى شي قيمه صنعوها هما كينحتوها من التراب كيقول لهم بالعام ما تسبوش هادو خليوه هما كيعبدوا كيقدسوهم خليوهم ترونك خليوهم يعبدوا السي مرتضى ما خايفش يطرا لك بحال هذاك اللي بغى يقلد مشيت نعم ياك هذا طوس الغراب كيقول لك الغراب معذر على التشبيه غيعطينا السياق الغراب اللي بغى يتمشى بحال طوس وتلفت ليه المشي ديالو انا الى الطريق وحده يا سلافي بقواعدها يا علماني بقواعده وعلى الانتماء حيد الحيحيه وصافي الى الحين انا ما كنقلد لا مشي الطاوس ولا الغراب ولا شي واحد اخر كنمشي في الخطوات اللي كان رسمها راسي الخطوات اللي كان رسمها راسي كنعرف فين غادي باذن الله عز وجل بتوفيقه دائما كنقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه دائما كنقول هذه المساله هذه كنمشي بالطريقه اللي كيرتاح ليها الضمير ديالي. طبعا الضمير ديالك ولكن هذا الشيء ممكن تقنع به الناس ممكن تنشر هذه الافكار الشاذه. ما عنديش مشكله مع هذه حول الشريعه وحول الاسلام وحول ما عنديش مشكله مع هذه المساله هذه. انت اذا كنت كمسلم مقتنع بالدين ديالك راه خصك تقتنع به عن درايه ماشي عن تقليد. راه النبي صلى الله عليه وسلم جا باش يحارب المشركين يعني بالإسلام اللي جا جديد ماشي جا باش يحاربهم أول مسألة ذكرها القرآن كيستهجن المنطق ديال المشركين كيقول لهم كيقولوا لنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون الوالدين ديالنا كانوا هكا دابا حنا مسلمين واش الدين اللي كناخذو دابا الدين اللي عندنا دابا واش كان عن قناعة أي مسلم تسولو يعطيك أدلة مقنعة يمكن يواجه بها ملحد ولا يواجه بها مسيحي ولا بمعنى مسلمين على السبة أو لا لا كنظن أن أغلبية المسلمين في هذا الوقت هذا أغلبية الساحقة إسلام تقليدي إسلام وراثي أنت منهم؟ ممكن في حيت كتبتي واحد من ضمن تدويناتك يا السي المرتضى غادي نفتح المزدوجتين أعتقد أني زعما أنت ماشي أنا لو كنت مخلوقا عاقلا ولد في الفضاء وألقي به إلى الأرض ولا يعرف دينا أو نظاما وأعطيت له حرية الاختيار فسيختار ما عليه الأوروبيون اليوم منهاجا لحياته أو اليابان وأمريكا أو حتى أدغال إفريقيا ولن يرضى البتة بالإسلام والمسلمين في نسختهم الحالية وسيعاديها لا محالة وتعرفت اش كتقول السير تقول السي المرتضى دابا درتي بين قوسين درت بين قوسين في ديك الستاتمان عندك في نسختهم الحاليه واش النسخه الحاليه ديال المسلمين كترضينا احنا كمسلمين النسخه الحاليه الواقع ديال المسلمين دابا الواقع ديالهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الواقع ديال البيئه ديالهم اللي عايشين فيها لا يرضي لا المسلمين ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله عز وجل يعني هذا الواقع اللي احنا فيه دابا واقع ما يرضى عليه حتى شي واحد لو كان قلت هذه المساله هذه لو كان انا انسان كيف جا من عالم اخر وجا يدخل يشوف عندنا معارك هنا بيناتنا جوج هادو سلفيين بجوج جبهه النصره وداعش وسلفيين كيقتلوا بعضياتهم وما من هو اشد سلفيه من الاخر والشيعه كيقتلوا السنه كيقتلوا الشيعه هذا الواقع ديال المسلمين اللي عندنا حنايا دابا هنا عندك الاباضيه مع المالكيه في الجزائر يعني هذه المساله هذه واش كترضي ان كتقنع الاخر انه يجي يعتنق الدين ديالنا بالعام في القران قال كان من بين دعاء المؤمنين كيقولوا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا شنو معنى فتنه للذين كفروا انهم يشوفوا حالنا اللي احنا عايشين فيها ما يسلموش كيفاش ماشي تناقض هذا السي المرتضى نعم لان كنحاول من قبيله انه نركب الافكار ديالك في الدماغ ديالي في هذا اللوجيسيال ولكن داكشي ما دايزش كيفاش سلفي؟ شنو السلفي بعدا؟ غنمشيو نديرو حنا واحد زائد واحد زائد واحد كتساوي ثلاثة سلفي عاشي مرة كنكررها انا ماشي سلفي انت ماشي سلفي انا ماشي سلفي بمعنى الكلمة انت مسلم فقط انا مسلم الحمد لله هذا داكشي اللي قال بالعام في القران
وعندك غير عندك غير المظهر ديال السلفي. لا ماشي بالضروره مظهر ديال السلفيه، واحد الزي معين يعني توالفتي معاه درتيه، ماشي حتى كما كيقولوا دابا اللوك عجبك عجبك اللوك وصافي وقلتي ارا نكملوا صافي. ولكن شئت ام ابيت الناس كيحسبوك على السلفيه، سلفي لايت ولا سلفي كول ولا سلفي باناشي ولا شي حاجه. لا داك الشغل هما هذاك، انا ماشي المسؤوليه ديالي. انا عمري خاصه من بعد ما رجعت الافكار ديالي من 2011 لهنا قلت انا ما بقيتش سلفي، كنتخلى على هذيك الافكار، خاصه الفكر الاحادي اللي كاين اللي كيسيطر دابا على الفكر السلفي، ان كل امه غيدخلوا جهنم الا هما 73 فرقه كلها في النار الا واحده. الفكره هذه اللي كان كيبنيو عليها الاصول ديالهم وكيبنيو عليها الافكار ديالهم، المسائل كلها خليت عليها في مرحله معينه، قلت انا مسلم وكفى. كاين ايات واحاديث القران الكريم، ايات واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيقولوا ان تسموا بما سماكم الله به، المسلمين المؤمنين عباد الله، ما كعلينا هادشي وفقط وفقط. انا مسلم يكفيني شرفا، فين شرف ان يكون مسلم. عندك السميك ديال الاسلام انت طالب، ما طالبش شي حاجه اكثر. انا ما باغيش اكثر من هادشي. تصلي تصوم، وصلي اصوم الحمد لله، ولكن راه تدعو للفتنه والرذيله بهذه الطريقه. هادشي اللي يقولوا عليك ناس اخرين الرذيله واش بالضروره انني تنكون يعني منتمي لشي تيار معين؟ راه وليتي تيار. لا دابا انت منتبه لهذه القضيه بانه ولاو الناس كي لا تيار. لو كان عندي حزب وكان عندي اهداف مثلا شخصيه ولا اهداف حزبيه ولا شي حاجه تقول عندي تيار، ولكن انا الفكره شوف مثلا رجعت الصفحه ديالي في فيسبوك، احيانا كنكتب مره في الشهر، احيانا كنكتب 10 المرات في النهار، احيانا كندوز شهرين ما كنكتب حتى شي حاجه. عندي مسالات كنخدم الخدمه ديالي، احيانا كنراجع الفكره 10 20 مره كنكتبها كنرتبها عاد كنحطها. ولكن ما كتشوفش كيف ما كيتهموك مجموعه الناس بانك تتطاول على الامور ديال الدين، كتمشي كتعلق فين تفلق؟ انا مستعد، يعني المساله انا اي واحد يعني المساله الدينيه اللي اختلف معايا فيها نجي نجلسوا انا وياه، مستعد انا نتخلى على الراي ديالي اذا كان خاطئ. اي مساله، وهذه المساله رب العالمين في القران اعطاها لنا كمبدا احنا المسلمين، يقول لك وانا واياكم لعلى هدى في ضلال مبين، قل ان كان في ايه اخرى قل ان كان الرحمن ولد فانا انا اول العابدين. رب العالمين كيقول المحمد صلى الله عليه وسلم يقول للنصارى راه الا كان الله عنده ولده انا نعبدو معاكم، بس تثبتوا لي هذه المساله. يعني شوف المنطق ديال القران كيقول لك ان كان رحمه هذه قراءتك، ولكن اخرون هذوك كرهته هو القران من كيجيب هذا الشيء؟ حتى هما كيقول لك من غير وبدل دينه فاقتلوه. لا مسألة كلمة بدل دينه فاقتلوه هذا حديث ماشي حديث عفوا، هذا كله مستند مليء. القران مليء بالايات اللي كتدعو لحرية المعتقد. القران ما فيهش ولا ايه واحده كتحيد عن هذا المبدا هذا ديال حريه المعتقد. كل الايات القرانيه كتقول لك بحريه المعتقد، لست عليه بمصيبة، فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر. ايات قرانيه كثيره كتقول لك اللي بغى يتبع شي حاجه يتبع. ولكن اخرون كيقول لك ها ماشي اي حد بغى يبدل شي حاجه غيبدلها. لا شكون غنتبعو؟ غتلفوا عباد الله بهذه الطريقه وانا ما نتلف حد. ما نتلف حد، ما عنديش مسؤوليه ديال ما هز عليا حد فوق ظهري. اللي بغى ياخذ بالكلام ديالي ياخذه، اللي ما بغاش ياخذه ماشي شغلي فيه. انت كتكتب ارائك فقط. اللي خدا الراي ديالي ومشى للهاويه هذاك شغله، ماشي شغلي انا، ما نتحملش المسؤوليه ديال شي حد. كاين حديث ديال عبد الله بن ابي صرح، النبي صلى الله عليه وسلم جلس معاه، كان كاتب ديال الوحي، سمع هضر كيملي عليه القران اللي كيقول له جبريل، كيقول له اكتب. في الاخير جاء في بدايه سوره المؤمنون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحد الايه، ذكر عبد الله بن ابي صرح واحد الكلمه، قال فتبارك الله احسن الخالقين، قال هذا عبد الله بن ابي صرح. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله هذه ايه من القران نزلت الان، تبارك الله سبحانه. شنو دار هذا عبد الله بن ابي صرح؟ مشى رجع للمشركين ديال قريش قال لهم راه هذاك القران اللي كيكتب راه انا اللي كنت كنكتب له، ذاك القران راه ماشي ديالو. مشى ارتد عن الاسلام ورجع للمشركين. واش هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيتحمل المسؤوليه ديالو؟
ما كيتحملش المسؤوليه ديالو. كان السيد الشيطان جا للبلديه ولا هو السي المرتضى فاش كانوا وصلوا للمستوى كيف ما قلت لك قبل قليل اننا كنعطيو افكار تعتبر شاذه في على الاقل في الامور اللي كنقراوها وكنسمعوها. واش انت ما كتشوفش شي نهار تقول لنا رايي راه خص الارث يقسم بالمناصفه مثلا؟ انت ما ماشي غريب عليك مثلا الحين انا كامه شاذه في هذا العالم هذا؟ شوف انت اش بان لك؟ شوف انت دابا العالم يمشي حثيثا كيمشي الامم كتمشي باش تجتمع وتوحد باش يكونوا كيانات قويه اقتصاديا وحنا كنمشيو باش نتشتتوا اكثر فاكثر. شنو السبب حنا عمرنا جينا نطرحوا السؤال؟ السبب الحقيقي هو هذه المساله ديال الدين، المساله ديال الفهم ديالنا للدين. كاين اللي كيقول لك كاين هاد التشتت وكاين هاد الشرذيمه ولا الشرذامه والتشرذوم حيت الناس بعدوا على الدين. ما بقاوش يصلوا ما بقاوش يصوموا لا المنكر ولا الفاحشه وداك الشيء كامل. واش حنا غنفهموهم في الدين اكثر من كيبغيو هما يفهموا؟ كيقول لك انا اللي انا الدين الحقيقي، انا النبي صلى الله عليه وسلم قال والرسول قال والامام ما كيجيبوش شي حاجه من راسهم. لا ما كيجيبوش شي حاجه من راسهم. اذا فين الاشكال؟ مساله ديال التراث هذا، مساله ديال الفهم. الاشكال الحقيقي كاين في عدم تقبل الاخر. راه الا ما تقبلتيش البعيد، الا ما تقبلتيش الملحد ولا ولا الهندوسي راه ما تقبلش. كاين اللي كيقول لك ملحد اللي ما كيشهدش. اذا كنت سلفي ما تقبلش خوك السلف. كاين اللي كيقول لك اللي ما يشهدش ما خصكش تشرك معاه تطعم. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان كيمشي يشرك. كتسمع بهذا الشيء هذا السي المرتضى؟ كان كيشرك طعام على اليهود وكيعرضوا عنده مساله عادي يعني. كاين شي ناس كيبغيو يفهموا اكثر مما فهم القران اكثر مما فهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساله يعني هذه المساله اللي دارت لنا احنا مشاكل في الامه كامله. دابا كيقتلوا اسير مثلا، كيجيبوا اسير كيقتلوه. وبالعالم في القران قال لك يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بالعالم كيقول لك الاسير هو الطعم ماشي تقتلوا. هما كيطبقوا عكس الايه. الاسير في القران ولكن شرك مسلمين ولا غير مسلمين؟ لا اصلا الحرب بين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش. لا كنتكلم على حاليا هذو اللي كيقتلوا الاسرى داعش ومن يجري على من والها، واش مسلمين ولا غير مسلمين هذو؟ داعش؟ طبعا مسلمين، شكون يحيد منهم؟ طبعا مسلمين، لكن ماشي المشكله دابا انك تكون مسلم معناها انك في قفص البراءه. ماشي المساله دابا مساله ديال البنيه الفكريه ديال الواحد انها كتحول من 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 قدره لاستيعاب الاخر الى نبذ الاخر مهما كان قريبا. راه هذاك السلفيه راه كانت قبل كبيره كتجمع تيارات كثيره ملايين ديال الناس. وبدا الانشقاق. دابا غيبقاو ينشقوا، ما غاديش ينتهي. داعش غتنشق شي دواعش اكثر داعشيه منهم غينشقوا عاود غينشقوا. ما كتخافش على راسك وانت عايش في السعوديه شي نهار غيديروا بك شي؟ لا بالعكس السعوديه عايش فيها بخير. لا شي دواعش اخرين ولا شي حاجه، ما كنتكلموش على السعوديه. لا ما كنخافش من هذه المساله هذه اصلا الروح الموتى وحده يعني. لا موتى وحده. طيب الناس كيفاش كيجاوبوك على هذا الكلام ديالك يا السي المرتضى؟ الى بدرجه انك تصدمهم وبعد مره كيبان مش تخربيق او لا شي حاجه؟ اكيد كتقرا انت هذا الشيء. من ضمن التعاليق واحد السيد كيقول: لم يتجاوز المرتضى المستوى السادس ابتدائي، مسكين، عندما اراد البحث في الدين تاثر بكتب المستشرقين وابهرته حرية اليساريين عندما تعامل معهم، فأراد أن يشرعن لهم ما يفعلون ويلوي عنق القرآن في صالح من بهر به. يا ليته تمتع بالحياة دون تطرق للدين، لكن للأسف يبيع دينه بدنيا غيره. كاين واحد الفكرة عند المتأسلمين. شنو هي المتأسلمين عاوتاني؟ الدفاع عن المتأسلمين. الناس اللي كيدعيو انهم يعني اسلاميين. كاين هذه الفكره هذه كتقول لك راه كاع اللي ما قدش ياخذ بالفكره ديالي هذاك غير ما قدش عليه. كيعجبو مثلا الحارث مثلا. اييه. وما بغاش
يطبق هذا، ما قدش يطبق هذه المساله، ما قدش يصلي، ما قدش يدير، ما قدش يدير، كيلقى التبريرات وقيلة انت كيقولوا بحال المساله هذه. وانا كنقول العكس تماما، حريه ديال التفكير ممكن توصل لواحد يتبنى اي فكره معينه. حنا شفنا في علماء في تاريخ المسلمين كان عندهم افكار مختلفه عن الاخر، وكاين اللي اجتمعوا في التكفير ديالهم، كاين اللي اجتمعوا في العكس ذلك، ومع ذلك الى الان حنا كنقدروهم وكنعرفوا القيمه ديالهم. يعني مثلا الامام احمد بن حنبل كيقول لك الجهميه كفار مثلا، كيقول لك المعتزله كفار، فهمتيني، كيقول لك راه اللي كيقول بخلق القران راه كافر. ومع ذلك كان كثير من علماء المسلمين في التاريخ اخذوا هذه الافكار هذه وتبنوها كفكره، بمعنى هاد التهم هادو بحال هكا تنفيها، لا ما عندي حتى مشكله، لا تقر بها، لا ما عندي حتى مشكله ان الواحد يشوفني بالنظر. انا ما عندي السادس ابتدائي، هذه مساله ما عندي حتى مشكل معها. لا هو مساله موضوعيه، كيقول لك اودي البس قدك يواتيك السي المرتضى، لابس قدي نهار تجي تجلس معايا الاخ اللي كتب هذا الساتو هذا، نهار يجي يجلس معايا يشوف واش لابس قدي ولا ما لابسش قدي، نهار يجلس معايا نشوفو هذا. كاين اخوه سلفيين الله يجازيهم بخير، سواء في حسيمه ولا في السعوديه ولا في اي بلاصه اخرى، جاوا جلسوا معايا وناقشوا معايا هذه الافكار هذه، لقاو انا عندي واحد مخرج معين، قالوا امنا بالله. ولكن كاين اخرين كيقول لك مات، اما تاخذ اللي كنقول لك انا اما نقتلك، راه هذا الشيء اللي كان هذا الشيء هو الحق. هاد الناس هذو ما كنتفاهمش معاهم، هذا اللي كيقول لك هذه المساله هذه ان راه كيدخل لك في النوايا، عاود كيقول لك لا، كاين اللي كيقول ها تهمه اخرى عاوتاني حتى هي بقواعدها، يتنكر في زي سلفي من اجل الاساءه الى هذا الفكر عبر تشجيعه الحريات الفرديه. وكيسول مول هذا التعليق، كيف يعقل ان يتدثر باللباس الافغاني ويطلق لحيته وهو مزهو بذلك مخلصا لتربيته ويؤمن ايمانا مطلقا بالعلمانيه؟ والختام هذا راه الهبال والحماق السي المرتضى. الا لو كان كنت جيت في واحد المرحله معينه عاد لبست هذا اللباس يكون عنده الحق، تا جيت نكشر على نيابي كما كيقولوا ولبس هذا اللباس يمكن عنده الحق. ولكن انا من نهار الناس عارفيني، ولاد الحسيمة عارفيني، من نهار عارفيني بهذا المظهر، من نهار كبرت 14 سنه وانا لابس الشباب 14 سنه. ولكن اللي اثر فيك اكثر واحد الخلوه كنتي درتيها، ما عرفت فين وشكون مع من تعاشرتي، هذيك خرجوك هذيك العام اللي دوزت في الباديه في امام في المسجد في بني بوستف، هذا العام نفعني بزاف. كيف يعقل اننا احنا جزء من هذا العالم، رب العالمين خلق هذا التنوع في هذه الكائنات المحيطه بنا وعايشه بخير، عايشه بخير وكتقبل هذا التنوع هذا، حنا كجزء في هذا العالم هذا ما كنتقبلوش التنوع اللي بيناتنا، سواء في الدين، في الاعراق، في اللون، في اي شيء اخر. رب العالمين خلق هذا التنوع في هذه المظاهر الطبيعيه اللي محيطه بنا، وحنا جزء من هذا الاختلاف اللي كاين، حتى حنا مختلفين بيناتنا كجزء من هذا الاختلاف هذا. الى ما استطعناش نتعايشوا بيناتنا كما تتعايش الكائنات الاخرى، هذا مكمل لبعض. طيب شنو النموذج ديال المجتمع اللي بغيتي السي المرتضى اللي كتدافع عليه؟ واحد الفكره وبس عندك ان الاخر تقبله مهما كان مختلفا عنك في فكره، ما نديرش عليه السلطه، ما نديرش عليه الوصايه. ربي النبي صلى الله عليه وسلم كاين شي واحد عارف الحق اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولوا ربي عامل ليس عليهم بمصيفه. يعني اللي لقيناه كيشري الشراب في الزنقه ما كاينش نشدو، يقولوا اتقي الله اخويا الا بغيتي دير تنهى على المنكر، اتقي الله اخويا هذا الشيء اللي كدير ماشي مزيان، ولكن باش تشدوا ولا تعذبوا ولا تقتلوا ولا تفجروا هذا راه ظلم. ممكن تحاول هادو كيسموا تغيير المنكر، كيستندوا من راى منكم منكرا فليغيره والبقيه راك عارفه بيدي الانسان فيما يستطيع فبقلبه، انت غادي مع قلبه باضعاف الايمان. شنو هي بيده؟ تضربه وهادشي اللي فهموا الناس، تهزوا اخويا يلا جرو دي معاك للدار، دي معاك دير له كسكسو واش كاين براد ديال اتاي، اي نعم دير شي براد ديال اتاي معاك، هضر معاه بالتي هي احسن، هذه بيده. اما ماشي تهرس عليه ديك الزاجه اللي كان كيشرب، بالتي هي احسن تهزو معاك فبلسانه بكلمه طيبه وكلمه طيبه وصدقه،
ماشي بطريقه اخرى اللي كان حنا كنفهموا بلساني كنمشي نكسروا البيران ونكسروا شي حاجه اخرى. لا يعني المساله ديال تغيير المنكر هي بالضروره بدون منكر اكثر منه. هذه قاعده كيديروها الفقهاء يقول لك تغيير المنكر يجب ان لا يستلزم منكرا اكثر منه. انت يمكن تمشي تهرس ذاك الراجل ديك الزاج على راسه دخلتي في واحد المنكر اكثر من ذاك المنكر اللي كان كيدير ذاك السيد. ماشي تغيير منكر هذا، ماشي تغيير منكر هذا ظلم. ولكن كاين ناس اخرين اللي كيقول لك هذا تغيير للمنكر، تغيير منكر بمنكر اخر. واش التعدي على الاخر هو حق طبيعي للافراد؟ قلت لانه استحق. لا انت حقك الطبيعي انك تعتدي على الاخر، ماشي من حقك الطبيعي، هذا حق ديال النظام انه يتخذ الاجراء اللازم في حدود ديال القانون. اللي ماشي كل اللي يدير شرعي يديه. لا ماشي كل شرعي يديه. اذا فهم انك متفق مع الدوله المدنيه اللي كان كيطالب بها شي حد او شي وحدين في فتره ما؟ طبعا اتفق معها تماما. الدوله المدنيه اللي كتاخذ موقف واحد من كل الاديان من كل الاعراق اللي كاينه في المجتمع ديالها كتتفق معها، اللي كتخدم الدوله كبنيه في المصانع ديالها في المدارس كنتفقوا معها على شنو. اصلا النبي صلى الله عليه وسلم في الدوله ديالو يعني كان عنده هذه الفكره، هذه وثيقه المدينه مثلا اللي قريناها انقوا هذه الافكار هذه ديال الدوله المدنيه انقوها. انقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليهود انهم امه مع المسلمين. اليهود اللي بالعامين في القران كيقولوا شد الناس عداوه. اذا وقيله ما عندك مشكله مع التطبيع مع اسرائيل وقيله؟ لا، اسرائيل كيان كيان غاصب، كيان معتدي، كيان ما عندي مشكل تطبعوا مع اليهود خوت مع اليهود المغرب. ما كتسميوش انت الكلام ديال الابناء وكذا 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 وكذا. هذه الناس خوتنا في الوطن مسيحيين ولا ملحدين، ما عنديش مشكل معاهم لما يكونوا مواطنين مغاربه. اما انني نقول لي راه ناخذ هذه المساله بحالها بحال كيان صهيوني، هذه مساله دوله محتله احتلت. فين هي كنتم خير امه اخرجت للناس السي المرتضى من هذا الشيء كامل؟ اخرجت للناس، الناس هما اللي يحكموا علينا. شفتي المساله هذه، الايه هذه راه رائعه. احسن نفرضوا راسنا نكونوا حاضرين نمشيو لعندهم. الناس هما اللي يحكموا عليك. الحين احنا واش خير امه اخرجت للناس؟ واش بان لك؟ الناس ما كيحكموش علينا بخير امه. الناس المجتمعات اللي محيطه بينا ما كتحكمش علينا انا خير امه، بالعكس تماما كتحكم باننا ادنى امه على وجه الارض بسبب النزاعات اللي بيناتنا دابا والقتال اللي بيناتنا. الى نهار اللي يحكموا علينا الناس اننا خير امه، ديك الساعه عندك الحق. اقول يا سي المرتضى، شكون خرجك على الطريق هذه الافكار هذه دخلها لك لدماغك؟ شكون هذا؟ بالنسبه شكون دار لك الميساجور بهذه الطريقه هذه؟ هو اللي دار لي الميساجور هو القران الكريم. الحمد لله حافظ ما تيسر من القران الكريم وبالسنة ودرسنا القران الكريم وتفاسير ديال العلماء خرينات. اول ما غير في هذا المسائل هو القران الكريم. القران الكريم علماني بهذا المفهوم؟ لا انا ما قلتلكش راني علماني. لا انا كنسول. لا ما قلتلكش راني علماني. القران الكريم هو افضل كتاب في حريه التعبير. ما كاينش شي كتاب ديني كيدعي لحريه التعبير قد القران الكريم. ولكن في القران على حساب القران الكريم دابا بين قوسين يعني. القران الكريم ذكر كلام ديال المشركين اللي كيسبوا به الله عز وجل، ذكروا كيقول لك كيرد عليهم. المساله ما فيهاش بلا ما عندوش ما كيخاف حد، وحتى حنا المسلمين خصنا ما نخافوش. هذا الواحد حنا ماشي حلقه ضعف في هذا العالم المحيط بنا، ماشي ضعفاء بهذه الدرجه اللي اي واحد جريده مجهوله تكتب شي حاجه علينا صافي نتخلعوا نودوا نفجروا ونحرقوا السفارات. لا راه خليها، حنا دخلنا. الا كنا مقتنعين ان محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، علاش انا نود نتخلع ونتزعزع ونبكي ولكن غترجع معايا للنقطه اللي قلتي بانه القران الكريم هو افضل كتاب فيما يتعلق بحريه التعبير. صح، في كتاب ديني قلت. كتاب ديني طيب، ولكن كاين ناس اخرين اللي كيقول لك او ضمن القران الكريم ما يدعو الى العنف. يعطيني مثلا الحدود. اعطيني مثال. الحدود مثال اللي سرق تقطع لي يده، هذا عنف او لا؟ مش عنف. ما علاقته بحريه التعبير؟ ما علاقته بحريه التعبير؟
اذا انت ما عندوش علاقه بحريه التعبير. اذا انت مع هذا مساله ديال الجنائيه عقوبه جنائيه انه تقطع يده، هذه مساله جنائيه ماشي مساله حريه التعبير. واش من حريه التعبير ديالي يعني انا نمشي نسرق؟ ماشي من حريه التعبير. لا ديالي. تكلمت على العنف بغض النظر على واش حريه التعبير او ماشي حريه لا التعبير. العنف مثل في القران الكريم انا دائما كنقول هذه المساله وكنكتبها، ان بالنسبه للحدود ولا الاحكام اللي موجوده اللي كنقولوا عليها الان في تطبيق الشريعه الاسلاميه اغلبها عرفي، وبالعامل في القران كيقول لك عرفي خذ العفو وامر بالعرف. العرف هذه المساله هذه ديال قطع اليد في مرحله معينه ما كانتش مساله صعبه، كانت مساله عاديه، مساله عاديه عند المجتمع كيتقبلها وما كيردهاش. اما دابا الى عندك حلول اخرى، حلول اخرى لهذا السارق هذا، يمكن توظفه، يمكن تعيد التاهيل ديالو، يمكن دير له شي حاجه اخرى، ما كاينلاش اصلا. حتى الفقهاء ما كيقولكش راه السرق ماشي يقطع له يده، كيمروه بمراحل كثيره. هذاك اللي سرق الى مشى تجاوز كاع ديك المراحل واصر على الاعتداء والسرقه كيقطعوا له يده. طيب نرجعوا للقران الكريم، وقلتي افضل كتاب ديني فيما يتعلق بحريه التعبير، بما في ذلك حريه المعتقد. حريه المعتقد يعني الاسلام يكفل او القران الكريم عفوا كيكفل لك تكون مسلم او يهودي او مسيحي او لا ديني. صح، عندك حريه تكون اي فين هذا الشيء؟ مثلا كما قلت لك قبيله، يعني قال لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لك فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما كاينش شي حاجه اقطعوا الرؤوس وما جاوا. لا كاين ايات كتقول لك اقطعوا فضيبوا فوق الاعناق وضيبوا منهم كل بنان. القران كريم هذا. واش اللي جاو هجموا عليك المشركين توزع عليهم الورود؟ ضروري تقطع عليهم الراس. لا هجموا عليا راه هذا دفاع عن النفس. هذه المساله ديال الايات ديال الجهاد، الجهاد في القران الكريم كلها دفاع عن النفس. ما كاينش شي ايه كتقول لك تبدا القتال انت براسك. بمعنى شارلي ايبدو رسمات رسم ساخر من الرسول الكريم. لا شيء يبرر العنف تجاهها. لا شيء يبرر العنف تجاهها. هؤلاء مجرمون ماشي مجاهدون. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد ديال الايه في القران الكريم. الايه في القران الكريم وقعت في غزوه العسره في اواخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا جماعه من المسلمين مع جماعه من المنافقين كيستهزئوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فان سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. بالعالمين قال لهم هذوك راه كفار ماذا بيستهزئوا بالاسلام، ولكن واش النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ضدهم شي اجراء تهذيبي؟ قال لهم صافي بارك عليهم غير ذاك التانيب اللي قال لهم راه كنتم صافي مادام بديتوا كتستهزئوا بالاسلام راكم كفار. انت تعتبر حاله شاذه في كل من يوصف بانه اسلامي او سلفي او 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 خارج الطريق عليهم. لا الشذوذ ممكن، يعني عندي شخصيه ديالي مستقله وما كنحبش انني نكون تابع لاي طيار ولا لاي. ماشي كتسخرك شي جهه او شي حد بصراحه؟ ما كيسخرني حد الحمد لله. باغي تسوق واحد الصوره معينه للاسلام؟ لو كان كيسخرني شي حد. ماشي ضروري يكون في المغرب، ممكن من برا. وما نمشيش نتكرفص في الغربه ونسمح في الوالدين ديالي ونسمح في الزوجه ديالي ونمشي نتكرفص، نمشي نحضي المستودع في جبال ديال القصيم. انا لو كان مسخر وكان باغي عندي شي غرض شخصي من هاد الافكار اللي كنقول، ما غنبقى في بلادي هنايا. بمعنى لا تسعى الى اي شيء من لا تسعى الى اي شيء. راه ولاو عندك الاتباع واقيلا كاع. لا مسألة ديال الاتباع، ما عندي ناس متعاطفين، الاتباع ما كنحملهاش هاد المسألة. تكون عندك اتباع انت ما عندكش مستوى ديال تكون تيار ولا تكون فكرة ولا تكون تكون ايديولوجيا جديده. انا الان كنقرا كنعيد القراءه وبس، ماشي كنت شي حاجه ديال كنت شي حاجه جديده. قلبت على حاجه؟ لا ما كنقلبت على حاجه. تخزيت ما كتقلبش عليها في هذا الشيء. لا عندك مساله ان المسلمين في القراءه ديالهم القران الكريم خاصه ما حاولوش. كاين قراءات ابداعيه في مؤخرا، ولكن ما حاولوش انهم يخرجوا من ذاك الموروث. انت مقيد، كيقول لك قريت القران ماشي راجع تفسير ابن كثير ولا ابن قليل ولا مشي لشي واحد اخر. رب العالمين ما قيدناش بهذه المساله هذه. بالعالمين نزل النص ديال القران
كيما نزلوا المجتمع ديال الصحابه رضي الله عنهم نزلوا في المجتمع ديالنا هنايا، حنا نفهموه في المنطلقات الواقع ديال المعيشي ديالنا هنايا. ذاك الواقع لو كان الزامي اننا نفهموه بديك الطريقه ما يكونش القران صريح كل زمان وما كان. الفكره واضحه، للاسف ما بقاش الوقت بزاف، ولكن فكره اخرى لابد تكلمني عليها وان بايجاز. لمحتي واحد الوقت بانه مساله القران لكل زمان ومكان ما شداش عندك بزاف هذه المقوله او الفكره كقران انما كاعجاز ديالو في البلاغه وفي البيان. كنقول ما بقاش صريحه في هذا الزمان هذا كاعجاز. مثلا في العهد ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعجاز ديال القران هو انهم كيقول لهم فاتوا بمثل هذا القران، يعني فاتوا بعشر صور من مثله. نعم. جيبوا بحال هذا القران هذا الا كنتم كتقولوا راه هذا الشيء ماشي ديال الله عز وجل. لكن لان المشركين كانوا فصحاء وبلغاء وكان عندهم لغه عربيه فصيحه ما استطاعوش كان اعجاز لهم. ولكن حنا دابا هذا المجتمع اللي عنده لغه عربيه فصيحه ما بقاش مندثر. واضح. التحدي ما بقاش التحدي ديال ان جيب لي قران بحال هذا، التحدي ما بقاش. ثلاثه ديال الاسماء في نهايه هذا الاستنطاق، سي المرتضى اعمراشن، اتكلم معهم او عليهم كما شئت. الاسم الاول الشيخ عبد الله النهاري. داعيه طيب جزاه الله خيرا، كيدير المجهود ديالو، كنتفقوا معاه في مسائل كنختلفوا معاه في مسائل اخرى. وفقط. الشيخ الاخر الشيخ محمد الفيزازي. خصو يبعد شويه على المسائل ديال السياسه، يعني يخلي راسو شيخ داعيه جزاه الله خيرا، كما كان اسد المنابر قبل ما يدخل السجن، يرجع اسد ديال المنابر بعد ما خرج، يبقى في الطريق ديال الدعوه. الاسم الثالث والاخير الفقيه عبد الباري الزمزمي. باري الزمزمي بكل صراحه ما قدش نقول رايي صريح فيه، لان ما قريتلوش، نقول معنا كلمه، كان قاري الكتب ديالو ما قريتلوش، كان قاري بعض الاراء الفقهيه ديالو اللي هو حتى هو كياخذها من ناس اخرين، كنقولوا عليه فقيه حتى هو، لكن باش نقول فيه شي راي ناقصني نقرا ليه باش. واضح. هل لديك اقوال اخرى المرتضى اعمراشن؟ كنحييك السي رضوان، كنحيي الطاقم التقني اللي معك هنا. شكرا لك. كنحيي الاخوه الاصدقاء اللي يتفاعلوا معنا في فيسبوك. مرحبا. وكنشكرك على هذا اللقاء هذا. شكرا لك. غادي نغلقوا المحضر والحكم كما العاده للمستمعين. شكرا للمرتضى اعمراشن، غفر الله لنا ولك بهذا الشيء اللي قلتي كامل على كل حال. شكرا كريم نيتسي. رفعت الجلسه.